السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبات وطلاب الصف الثاني الابتدائي، موعدنا اليوم مع مادة التربية الدينية الإسلامية ودرس مهم من المحور الأول: من أكون؟ فرع عبادات. درسنا اليوم الدرس الأول: الطهارة. ما معنى الطهارة؟ الطهارة يعني النظافة، يجب أن نحافظ على نظافة ملابسنا، نظافة جسمنا، نظافة المكان الذي نجلس فيه. يبقى الطهارة تعني يجب أن نحافظ على نظافة جسمنا والمكان الذي نجلس فيه. بارك الله فيك. يبقى نظافة كل شيء، نظافة الجسم، نظافة المكان الذي نتحرك فيه أو نجلس فيه أو نعيش فيه، أيا كان هذا المكان، سواء كان مدرسة، سواء كان منزل، سواء كان شارع، يجب أن نحافظ على كل مكان محيط بنا. وذلك لإيه؟ لأهمية النظافة على وأثرها على صحة الإنسان. طبعا المكان النظيف والجسم النظيف يسبب لنا الإيه؟ الصحة الإيه؟ القوية، وإيه؟ والجسم القوي. يبقى يجب أن نحافظ على نظافة أجسامنا ونظافة المكان الذي نعيش فيه ونظافة ملابسنا. ديننا الدين الإسلامي وضع الطهارة شرط من شروط الصلاة. ديننا حدد لنا أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لأهمية عملية إيه؟ الطهارة. ولذلك جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم شرط من شروط الصلاة، وبل ليس ذلك فقط، ولكن جعلها شطر من أركان الإيمان. يبقى بيقول لي إيه الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أحبائي، الطهور شطر الإيمان. يبقى لقد حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه يا حبيبتي؟ فقال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. حديث شريف رواه مسلم. كرري معي حبيبتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. كمان مرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. يعني هنا لما الاقي ايه؟ جزاك الله خيرا. لما الاقي رسول بيقول لي ذلك، بيقول لي حديث: الطهور شطر الإيمان. يبقى الطهور ده يا أحبائي ايه؟ ركن من أركان الإيمان. طيب هي أهم ايه حاجة، أهم شيء في حياتنا ايه؟ أن نحافظ على ايه؟ إيماننا، صح ولا لأ؟ يبقى لما أعرف إن الطهور ده الطهور ركن من أركان الإيمان، يبقى ده شيء بسيط ولا شيء عظيم جدا بالنسبة لكل إنسان؟ شيء عظيم، شيء عظيم، يجب أن نحافظ ايه؟ عليه. يبقى تاني نكرر يا أحبائي، حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطهارة، فقال في حديث شريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. إذن يا أحبائي، الطهور شرط وركن من أركان الإيمان. طب يا أحبائي، يبقى عرفنا أن الطهور شطر الإيمان، وقلنا في البداية وإحنا نمهد للعنوان أنها ركن أساسي للإيه؟ للصلاة. يبقى بنكمل كده وبنقول إيه؟ الطهارة ركن من أركان إيه؟ إحنا قايلين إن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا تصح إلا بالوضوء والطهارة. يبقى قلنا كده: والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة لا تصح إلا بإيه؟ قلنا في البداية الوضوء والطهارة. يبقى إحنا كده كلنا ماذا نفعل في الصباح؟ لابد أن نظف أجسامنا. يبقى نعمل إيه؟ بنقوم من النوم ونعمل إيه يا أحبائي؟ ننظف أجسامنا ونبدأ بالإيه؟ بالوضوء. نبدأ بالإيه؟ يعني ان كنت هصحى اغسل وجهي او الكلام ده، بس الاساسي عندي بكون بعمليه الوضوء وصلاه فرض ايه؟ الفجر. نقوم بالوضوء وصلاه فرض الفجر. يبقى كده لا تصح الصلاه الا بالوضوء والطهاره. لما اجي اقول لك اكمل: لا تصح الصلاه الا ب الوضوء والطهاره. لا تصح الصلاه الا ب الوضوء والطهاره. جزاك الله خيرا. قلنا فالطهاره هي النظافه. كمان مره. فالطهاره هي النظافه.
ومعناها تنظيف الجسم بالماء الطهور، تنظيف الجسم بالماء الطهور بحيث يصبح الجسم خاليا من كل ما يمنع الصلاة. يبقى أنا بنظف الجسم بالماء الطهور بحيث يصبح الجسم خاليا من كل ما يمنع الصلاة. خاليا من إيه؟ جزاك الله خيرا حبيبتي. يبقى لابد أن ننظف جسمنا بأي ماء ولا بالماء الطهور؟ بالماء الطهور. جزاك الله خيرا. بحيث يصبح الجسم خاليا من إيه؟ طيب احنا طبعا عارفين، عايزين نعرف ونتعلم. الناس بتقول ايه؟ يصبح الجسم خاليا من كل ما يمنع الصلاة. يبقى لازم انتوا تفهموا ما الاشياء التي تمنع الصلاة، ايه الاشياء اللي لو موجودة وحدثت للانسان لا يستطيع الانسان القيام للصلاة بدون الوضوء. بدون ايه؟ الوضوء. بيقول لي ايه يا احبائي؟ اقرأوا معي هذا العنوان، بعض نواقض الوضوء. بعض نواقض الوضوء. ما معنى هذا العنوان يا احبائي؟ نواقض يعني مفسدات. نواقض مفسدات. يعني انت مثلا دلوقتي لو جايب كوب من الايس كريم ووضع عليه مثلا او وقفت عليه حشرة، ينفع ان انت تأكل هذا الايس كريم؟ ما ينفعش. ليه؟ فسد، صح؟ تلوث. نفس الكلام كده في بعض الاشياء لو الانسان قام بها فسد وضوءه، لابد ان يعاد الوضوء مرة اخرى. دي معنى كلمة نواقض الوضوء. نواقض الوضوء. طيب انظر للصورة واحنا هنعرف من خلال الصور التي امامنا نواقض الوضوء. احنا دلوقتي لما بندخل الحمام بنعمل ايه؟ في انسان بيخرج البول والبراز والايه؟ وخروج الريح. التلات عمليات دول يا احبائي بيعملوا ايه؟ نواقض للوضوء. يعتبروا ايه؟ نواقض للوضوء. يبقى الانسان عندما يخرج منه البول او البراز او الريح اللي هي الرائحة الكريهة، الثلاثة اشياء دول اسمهم ايه يا احبائي؟ نواقض الوضوء. طيب هل هم دول بس فقط هم دول مفسدات الوضوء؟ انظر للصورة الثانية. الولد الذي امامك ينام نوما عميقا. ينام نوما عميقا. يعني ايه يا احبائي؟ ماذا نقصد بالنوم العميق؟ انا لو قلت لك دلوقتي اغمضي عينيك، ما اسمك؟ هتقولي لي اسمي، صح؟ هتقولي اسمي. طب اين انت؟ في المدرسة. بارك الله فيك. انت قلتي انا في المدرسة بالرغم ان انت ايه؟ اغمضتي ايه؟ عينيكي. يعني انت كده نايمه؟ لا، بس نوم غير ايه؟ عميق. انت لما بتغمضي عينيكي كده انت ايه؟ وضع النوم، صح ولا لا؟ أيوة. لكن مش نوم ايه؟ عميق. لكن اللي نايم نوم عميق ده اصحى، انت عامل ايه النهارده؟ ما يردش عليا، غير مدرك، حد كلمه ما كلمهوش، هو عمل صح الغلط وهو نائم. يبقى ده اسمه النوم الايه؟ العميق. هو لا يدرك ماذا يفعل اثناء النوم الايه؟ العميق. يبقى دي من خلال الصور التي امامنا ممكن نلخص نواقض الوضوء بانه عباره عن ايه؟ خروج البول والبراز وخروج الريح، بالاضافه الى النوم العميق. بالاضافه الى النوم ايه؟ العميق. طيب يبقى قلنا كده، فإذا حدث من الإنسان، فإذا حدث منه ما ينقض الوضوء فعليه إيه؟ تنظيف نفسه جيدا. يبقى أول حاجة بيعملها الإنسان عندما يكون داخل الحمام يجب أن ينظف نفسه جيدا. ماذا نفعل يا أولادي؟ وكذلك تنظيف الملابس، وكذلك تنظيف الملابس، وكذلك علي تنظيف ملبسه، ثم الوضوء بماء طهور. يعني ما ينفعش التنظيف فقط، يعني انا دخلت الحمام وقمت بعملية الاستحمام، ده كده يعتبر انا جاهز للصلاة؟ لابد من عملية الوضوء. لابد ان انا اعمل ايه؟ الوضوء. اعمل ايه يا حبيبتي؟ الوضوء. جزاكم الله خيرا. نعيد تاني هذا الجزء من الدرس. بيقول لي ايه؟ فاذا حدث منه ما ينقض الوضوء، قلنا ينقض يفسد، ينقض الوضوء، فعليه تنظيف نفسه جيدا، وكذلك عليه تنظيف ملبسه، ثم الوضوء بماء طهور. ثم الوضوء بماء طهور. طيب نراجع الجزء من خلال تدريب بسيط كده يا احبائي. بيقول لي ايه؟ اكمل الحديث الشريف. اكمل رأس السؤال بتقول لي ايه؟ الطهور نقط الايمان. الطهور نقط الايمان. الطهور شطر الايمان.
بارك الله فيكي الطهور وشطر الإيمان. طيب بيقول لي أكمل رقم واحد، الصلاة ركن من أركان نقط الخمسة. جزاك الله خيرا حبيباتي. رقم اثنان، لا تصح الصلاة إلا بنقط ونقط، إلا بالوضوء والماء والطهارة. يبقى لا تصح الصلاة إلا بالوضوء والطهارة. نكرر مرة أخرى رقم اثنان، لا تصح الصلاة إلا بالوضوء والطهارة. بارك الله فيك حبيباتي. من نواقض الوضوء، قلنا إيه نواقض الوضوء اللي خدناها في السورة وبعدين لخصناه؟ بارك الله فيكي مرة أخرى. من نواقض الوضوء، البول والبراز والنوم العميق. بارك الله فيكي حبيبتي. طيب عمالين نقول يا أحبائي نتوضأ بماء طهور، نتوضأ بماء طهور. طيب فما معنى الماء الطهور؟ أنتوا عرفتوا إن إحنا لابد إيه أن نتوضأ بماء طهور. أحبائي الماء النظيف ليس كل ماء نظيف يعتبر طهور. ما اقدرش اقول ان كل ماء نظيف طهور، لكن كل ماء طهور يعتبر نظيف. يعني مثلا انا لما بشرب الماء اللي هو العصير ده ماء نظيف ولا لسه نظيف؟ ولكن وضع له السكر ووضع له طعم الفاكهه التي ايه سوف ايه نشربها. يعني مثلا عصير مانجو هيبقى بطعم الايه المانجا، عصير تفاح بطعم التفاح، اضيف له السكر واضيف له ايه التفاح، هو نظيف. لكن ينفع ان احنا نتوضا بيه؟ لا. ليه؟ لانه ايه تغير طعمه، تغير طعمه. يبقى الماء الطهور هو الماء النظيف الذي وهبه الله ايه لنا، لم يثبت استعماله ولم يتغير طعمه. يعني انا من الممكن انا احط مثلا في 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 بعض الاواني خضار نظيف في الماء، وبعد كده نعمل ايه نفصل الخضار ونضعه في الايه في المصفاه. هل يصح ان انا اتوضا من الماء النظيف اللي مكان الخضروات؟ ليه؟ استخدمته في غسل ايه؟ الخضروات. استخدمته في غسل ايه؟ الخضروات. الخضروات، يبقى انا تم استعماله. طالما تم استعماله يبقى لا يصح الوضوء به. الماء الذي سبق استعماله لا يصح الوضوء به. طيب الماء اللي اضيف ليه السكر، اضيف ليه طعم من طعام الفواكه، لا يصح الوضوء به. يبقى نعرف معا الماء الطهور. يبقى الماء الطهور هو الماء الذي لم يسبق استعماله. ما معنى الماء الطهور؟ هو الماء الذي لم يسبق استعماله من قبل. بارك الله فيكي. ولم يتغير ايه ثلاثة اشياء، طعمه اللي بنتذوقه باللسان، ولونه الذي نراه بالعين، ورائحته الذي نشمها بالايه بالانف. يبقى ثلاثة صفات للماء لو تغيرت لا يصح الوضوء بها. ايه هي؟ طعمه او لونه او رائحته. طعمه او لونه او رائحته. بارك الله فيك حبيبتي. يبقى نعرف الماء الطهور مرة اخرى، هو الماء الذي لم يسبق استعماله من قبل ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته. طب يا ترى الماء الطهور الذي لم يسبق استعماله من قبل ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته اين نجده؟ حضرتك عرفت لنا الماء الطهور، طب احنا نحصل عليه منين؟ تعالوا نتعرف على اماكن تواجد الماء الطهور. انا دلوقتي في الصيف ببقى موجود فين؟ في البحر، نذهب للبحر. طب انا عايزه اتوضا، اتوضا منين؟ من ماء البحر. يا ميس ده ماء البحر ده بنستخدمه، بس ماء متغير، ماء يتجدد. يعني انت بتلاقي ايه في موجه ثابته ما بتتحركش، ولا موجه تاخذ الموجه التي تسبقها وتحل محلها؟ يعني الموجه اللي ورا تيجي مكان اللي امام، واللي امام تيجي مكان اللي ايه اللي ورا، وهكذا. ويتغير الماء باستمرار، يتجدد ماء البحر باستمرار من خلال الامواج. يتجدد ماء البحر باستمرار، يتجدد ماء البحر. يبقى كده ماء البحر ماء ايه؟ لم يسبق ايه؟ استعمال، ولم يتغير ايه؟ طعمه او لونه رائع. هو طعمه مالح، هو ده الطعم الاساسي بتاعه، انا ما غيرتوش ما حطيتلوش طعم، ده هو ده طعمه الايه الاساسي، هو ماء مالح، هو ماء ايه؟ مالح. يبقى ماء البحر ماء طهور. ماء البحر ماء طهور. ماء البحر ماء طهور. ماء البحر ماء طهور. طب انا مش في البحر مش هعرف اتوضا؟ لا طبعا. مش هجد الماء الطهور؟ طب انا موجود داخل، بص المثال الثاني، ماء العين. انا داخل الصحراء، الناس اللي بتعيش في الصحراء
أين تجد الماء الطهور؟ من خلال عيون الماء الموجودة في باطن الأرض، داخل الأرض في بعض الأماكن يا أحبائي. وعدنا الله الماء العذب داخل عيون، داخل بطن الإيه؟ الأرض، داخل الأرض كده. مش أنت ليك بطن الأرض برضو، ليها بطن على أعماق إيه؟ بعيدة، داخل في الداخل كده على أعماق بعيدة جوه الأرض، داخل جوه بنجد إيه؟ بعض عيون الماء العذبة، بعض عيون الماء العذبة. وهذا الماء يكون ماء طهور، يصح منه الوضوء، يصح منه ويعيش عليه الناس فين؟ في الصحاري، في المناطق الصحراوية. عارفين الصحراء طبعا، خدنا البيئة الصحراوية في كيجو ولا ابتدائي وفي اكتشف، ماشي يا احبائي. طيب الصورة الثالثة التي أمامنا مكان آخر نجد فيه الماء الطهور، ماء النهر. استهجوا معايا، ماء ايه يا احبائي؟ جزاكم الله خيرا. ماء النهر. طب نهر ايه اللي الذي يوجد في مصر؟ من يعرف منكم؟ بارك الله فيكم احبائي. الماء اللي موجود في الصنبوره عندنا في كل بيت من بيوتنا ياتي عن طريق توصيل المواسير لايه؟ لبعض شركات المياه الموجوده في مصر، اللي هي اصلا بتاتي بالماء منين يا احبائي؟ من ماء نهر النيل. من ماء ايه يا حبيبتي؟ يبقى كده ثالث مثال من امثله الماء الطهور ماء النهر. نراجع الثلاثه مره اخرى. من امثله الماء الطهور بارك الله فيك حبيبتي. ننظر للمثال الرابع. ماذا ترون امامكم على الشاشه؟ بارك الله فيك حبيبتي. برضو يصح ان نتوضا من ماء المطر، يصح ان نتوضا من ماء المطر. نراجع الامثله الاربعه ثانيا. ماء البحر، ماء العين، ماء النهر، ماء المطر. جزاك الله خيرا. ناتي لاخر مصدر من مصادر المياه، الماء الطهور، واخر مثال ماء البئر. في بعض الاماكن الصحراويه لا توجد ماء العين ولا يوجد ماء المطر الا ايه؟ قليلا، ياتي ايه؟ في بعض الاوقات القليله من الايه؟ من السنه. طب ماذا يفعل هؤلاء الناس الذين يعيشون في هذه المناطق؟ يحفرون ايه؟ الابار. يعملون ايه يا حبايبي؟ ماذا يفعلون؟ يحفرون ايه؟ ابار للمياه، ويضعون فيها كميات ايه؟ كبيره، بحيث ايه؟ يستخدمونها كل الناس في هذه الايه؟ المناطق. يبقى اخر مثال من امثله الماء الطهور ماء البئر. ماء ايه يا احبائي؟ والماء البئر ده ماء عذب ونظيف، بنقوم بحفر الابار في الاماكن التي لا توجد فيها المياه، توفر هذه الاماكن او هذه الابار الدوله للناس. خلاص يا احبائي، يبقى نراجع مره اخرى. اين نجد الماء الطهور؟ ماء البحر وماء العين، ماء النهر وماء المطر، ماء البئر. جزاك الله خيرا حبيبتي. نكمل درسنا. بيقول لي اكمل الماء الطهور هو، كررناه اكثر من مره، ماء الذي لم يسبق استعماله. بارك الله فيك حبيبتي. رقم اثنان من امثله الماء الطهور ماء البحر وماء المطر وماء البئر. بارك الله فيك حبيبتي. طيب احنا عرفنا اهميه النظافه، صح ولا لا؟ تحبوا تتعلموا نشيد صغير عن النظافه؟ يلا نغني مع بعض بقى شوية. أخذنا معلومات جميلة ومفيدة، يجب بقى إيه؟ أن نحب جميعنا إيه؟ النظافة. وكلنا هنروح نقول لماما إن إحنا إيه؟ خلاص النهاردة اتعلمنا أهمية النظافة، وتعلمنا معنى الماء الطهور، وعرفنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على النظافة وعلى استخدام الماء الإيه؟ الطهور. يلا معايا أحبائي، أنا هغني نشيد لوحدي وبعدين نغنيه إيه؟ مع بعض. بيقول لي إيه يا أحبائي؟ جسمي نظيف، بيتي نظيف، ثوبي نظيف يا أصحابي، أهتم بتنظيف ثيابي وأنظف أيضا ألعابي، أسناني أنظفها دوما بالفرشاة والمعجون، ويدي أغسلها دوما بماء جار وصابوني، ووضوئي خمس لصلاتي أحفظه سائر أيامي، فنظافتي دوما عنواني هي من تعليم الإسلام. جسمي نظيف، بيتي نظيف، ثوبي نظيف يا أصحابي، أهتم بتنظيف
أنظف ثيابي وأنظف دوما عيبي، أسناني أنظفها دوما بالفرشاة والمعجون. يلا يا احبائي بقى، بعد ما تعرفنا على أهمية النظافة نغني جميعنا للنظافة، فكلنا نحب ايه؟ النظافة. وللنظافة أثر كبير على ايه؟ أجسامنا وعلى حياتنا. فالمسلم النظيف مسلم قوي، يستطيع أداء واجباته، يستطيع مذاكرة دروسه، ينفع نفسه وايه؟ ووطنه. يلا يا احبائي نغني معا نشيد النظافة. نشيدنا اسمه ايه يا احبائي؟ بيقولي ايه يا احبائي في النشيد؟ جسمي نظيف، بيتي نظيف، ثوبي نظيف، يا اصحابي اهتم بتنظيف ثيابي، وانظف ايضا العابي، اسناني انظفها دوما بالفرشاة والمعجون، ويدي اغسلها دوما بماء جار وصابون، وودوئي خمس لصلاتي أحفظه سائر أيامي، فنظافتي دوما عنواني هي من تعاليم الإسلام. ما رأيكم يا أحبائي؟ جزاكم الله خيرا. هيا نغني معا نشيد النظافة. قولي ورائي حبيبتي، قولي ورائي. نشيد النظافة، جسمي نظيف، بيتي نظيف، ثوبي نظيف، يا أصحابي أهتم بتنظيف ثيابي، وأنظف دايما ألعابي، أسناني أنظفها دوما بالفرشاة والمعجون، ويدي أغسلها دوما بماء جار وصابون، وودوئي خمس لصلاتي أحفظه سائر أيامي، فنظافتي دوما عنواني هي من تعليم الإسلام. بصوا احبائي بس نعرف معنى النشيد اللي احنا غنيناه مع بعض، بيقول لي ايه؟ جسمي نظيف، بيتي نظيف، ثوبي نظيف. هو ده اللي مطلوب منك يا حبيبي، انك تحافظ دائما على جسمك نظيف، بيتك نظيف، ثوبك ايه؟ نظيف، انت ومن واصحابك. اهتم بتنظيف ايه؟ ثيابي، ثيابي، ملابسي، ثيابي، ملابس، وانظف دوم ايضا ايه؟ العابي. ولابد ان نحافظ ايضا على نظافه العابنا. اسناني انظفها دوما، بما ننظف اسنان أنا يا أحبائي؟ جزاك الله خيرا. ويدي أغسلها دوما بإيه؟ الماء الذي ينزل من الصنبور، يبقى ماء إيه؟ جاري، يعني بيجري كده من الصنبور، صح؟ متجدد. بس لابد إيه؟ بعد أن نغسل أيدينا أن نغلق الصنبور إيه؟ مباشرة، حتى لا نسرف في استخدام الإيه؟ المياه. وبالإضافة للمحافظة على نظافتنا نحفظ وضوءنا. نحفظ إيه يا أحبائي؟ بيقول لي ايه يا احبائي في النشيد؟ ووضوئي خمس لصلاتي. احنا على مدار اليوم من اول الصباح حتى المساء نتوضأ خمس مرات للايه؟ للخمس صلوات، للخمس ايه؟ وبيقول لك ايه يا احبائي؟ اتوضأ اليوم ولا احافظ على غدا؟ لا، اتوضأ اليوم وايه؟ وغدا. اتوضأ اليوم وايه؟ وغدا. ووضوئي خمس لصلاتي احفظه سائر ايامي، احافظ على وضوئي ده سائر ايامي، كل ايه؟ ايامي. لابد ان نحافظ على الصلاة وعلى الوضوء. لابد ان نحافظ على ايه يا حبيبتي؟
جزاك الله خير. فنظافتي دوما عنواني، هي دي عنوان كل مسلم. النظافه عنوان كل مسلم، النظافه عنوان عنوان كل مسلم، عنوان كل ولد نظيف، عنوان كل ولد ايه مطيع لله عز وجل. هي من تعاليم الاسلام، هي التي تعلمناها من تعاليم الايه الاسلام. خلاص يا احبائي، هنحفظ النشيد ونردده معا اكثر من مره حتى ايه نرفع جميعا شعار شعار الايه النظافه للايه للجميع يا احبائي. خلاص كلنا هنحافظوا على ايه نظافه الانسان، جسمه وثوبه ومكانه الذي يعيش فيه، نظافه فصلنا، نظافه مدرستنا، نظافه شارعنا، كل ما حولنا. خلاص يا احبائي. طيب، تعلمنا ذلك من المعلمة وتعلمنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نتعلم أكثر عن النظافة والوضوء من كتاب الله عز وجل وسورة المائدة الآية رقم 6. نتعلم أكثر من كلام الله عز وجل. يقول الله عز وجل في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا حبيبتي. ما أعظم كلام الله عز وجل وما أعزبه. استمعنا إلى آية رقم 6 من سورة المائدة. يخاطب الله عز وجل أحباءه وهم المؤمنين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ماذا يأمرنا الله عز وجل إذا قمنا إلى الصلاة؟ أمر الله عز وجل أي فرض على كل مسلم ومسلمة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أمر من الله عز وجل بغسل الوجه واليدين إلى المرافق، غسل الوجه واليدين إلى المرافق. طبعا دي من أركان الوضوء، من أركان الوضوء. وما ذكر من القرآن يا أحبائي يعتبر فرض من فروض الوضوء. يعني إيه فرض يا حبيبتي؟ يعني أنا لو نسيته لابد أن أعيد الوضوء مرة أخرى. هذه الآية الكريمة إذا تركنا ركن أو فرد من أركان الإسلام يعتبر الوضوء خطأ، يعتبر الوضوء خطأ. يبقى تاني كده نكرر مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ده ركن فرد من فروض الوضوء، فرد من فروض الوضوء. يبقى أول فرد عندي قابلني من أركان الوضوء اغسلوا وجوهكم. يبقى غسل الوجه فرد ولا ركن عادي من أركان الوضوء؟ فرد. جزاك الله خيرا. وغسل اليدين إلى المرافق ركن ولا فرد؟ فرد. جزاك الله خيرا. نكمل الآية:
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عد على أصابعك كده يا أحبائي أربع فروض ذكرت في الآية رقم 6 من سورة المائدة. لازم كده تروح اليوم وتقول لأصدقائك وإخواتك والوالدين إن أنا عندي أربع أركان من أركان الوضوء يعتبروا فرض. يعتبروا إيه يا حبيبتي؟ فرض. اللي هما إيه يا حبيبتي؟ غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرافق ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين. هقولهم وتكرريهم تاني معي يا أحبائي حتى نحفظهم إيه؟ معا. يبقى غسل الوجه واليدين إلى أول حاجة غسل الوجه رقم واحد غسل الوجه. غسل الوجه رقم اثنين اليدين إلى غسل اليدين إلى المرافق غسل اليدين إلى المرافق. رقم ثلاثة مسح الرأس رقم ثلاثة رقم أربعة مسح الرجلين إلى الكعبين مسح الرجلين إلى الكعبين. يبقى سورة المائدة رقم 6 ذكرت الآية الكريمة فروض الوضوء. الوضوء يا أحبائي ثمانية أركان أو ثمانية خطوات، أجزاء ثمانية بنغسلها من أجسامنا وبنمسح عليها من إيه؟ من أجسامنا، لكن فيهم أربعة ركز معايا قبل أن نترك الآية نتعرف عليهم. هم فروض الوضوء، مش هننسى المعلومة دي أبدا لأن ده إيه؟ أساس إسلامنا. أساس إيه؟ قلنا إذا كان الوضوء غير صحيح هل تصح الصلاة؟ لا. يبقى يجب أن يكون وضوءنا يا أحبائي نحافظ عليه صحيحا حتى تكون صلاتنا إيه يا أحبائي؟ صحيحا. بيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الأربع فروض يا أحبائي. وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. هذا الجزء من الآية يحدثنا عن بعض الأحوال التي يجب الطهارة فيها ويجب أن يقوم المسلم وإيه ويتوضأ. ما هذه الأحوال؟ أول حالة إن كنتم إيه جنبا فاتطهروا. الحالة الثانية إذا كان الإنسان مريض أو على سفر أو خرج من الإيه الغائط يعني من الإيه من الحمام أو لامست من النساء فلم تجد ماء. الأحوال الأربعة دول لو لم نجد ماء للوضوء يا أحبائي ماذا نفعل؟ فتيمموا. التيمم ده بيكون بالتراب وده حالة سوف نأخذها فيما إيه بعد في حالة عدم وجود الماء. الحمد لله إن الماء موجود دلوقتي الآن في كل مكان الماء الطهور، لكن زمان يا اولادي كان في بعض المناطق زي ما قلت لكم كده لا يوجد بها الماء. ماذا كان يفعل المسلم هو على سفر ولم يجد ماء لكي يتطهر ويتوضا ويصلي؟ كان يتيمم. كيف يتيمم؟ بان ينفض يده على التراب ثلاث ايه مرات. التراب ده موجود في كل ايه مكان. يبقى في حل لكي يحافظ الانسان على طهارته وعلى ايه أن يتوضأ ويحافظ على صلاته. يبقى إن كان مريضا أو على سفر يعني ممكن إنسان جسمه مريض لا ينبغي له أن مثلا يترك الماء أو يستخدم الماء على جسده. ماذا يفعل؟ هل يترك الصلاة؟ يعني إذا كان الماء مضر له عليه أن يتيمم. يبقى في بعض الحالات إذا لم يجد الإنسان الماء يا أحبائي للوضوء عليه بعملية التيمم. عليه بعملية إيه؟ التيمم. فامسحوا بوجهكم. التيمم بيكون إزاي؟ مسح الوجه واليد. مسح الوجه والإيه؟ واليد. تنفض تنفض يدك على التراب ثلاث مرات تمسح بالوجه والإيه؟ واليد.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله لا يريد بنا ايه؟ الارهاق ولا التعب ولا المشقة يا احبائي، ولكن الله سبحانه وتعالى يسهل لنا ما يريد. يبقى عندما يأمرنا الله عز وجل يا احبائي بأمر، يسهل لنا تنفيذ هذا الايه؟ الامر. الامر يسهل الله عز وجل لنا تنفيذ هذا وليتم نعمته ايه؟ علينا لنشكر الله عز ايه؟ وجل. طبعا نعمة الله علينا هي نعمة ايه؟ الاسلام. نعمة ايه يا احبائي؟ جزاكم الله خيرا. من هذه الصورة، من هذا الجزء من الصورة، الآية رقم 6 من سورة المائدة، احب ان نركز على فرائض الوضوء. ما نريده من هذا الجزء من الصورة ان نعرف فرائض الوضوء. قلنا فرائض الوضوء ما هي حبيبتي؟ وغسل اليد الى المرافق، مسح الراس، مسح الراس، بارك الله فيكي، ومسح الرجلين الى الكعبين، بارك الله فيكي حبيبتي. هيا معا نراجع اركان الوضوء ونؤكد على فرائض الوضوء. انظروا احبائي الى هذه الصور التي امامكم. تظهر الصورة رقم 1 مكتوب عليها النية وغسل الكفين. انا رايح اتوضا، يبقى انا نويت بداخلي ايه يا احبائي؟ اقول بسم الله الرحمن الرحيم، نويت الوضوء. اقول بداخلي ايه بدون صوت مرتفع؟ من داخلي، بسم الله الرحمن الرحيم، نويت ايه؟ الوضوء. ابدا الوضوء بغسل الكفين او اليدين الى الرزغين. غسل الكفين او اليدين الى رقم 2 المضمضة، ان احنا بناخذ جزء من الماء بكوب كده حتى لا نصرف في الماء، ونتمضمض 3 مرات. نتمضمض كم مرة المضمضة يا حبيبتي؟ ثم الاستنشاق، ندخل الماء داخل الأنف ونخرجه 3 مرات. هذه العملية اسمها ايه؟ الاستنشاق، ندخل الماء داخل الأنف ونخرجه 3 مرات. جزاك الله خير. جاءت الركن الرابع من أركان الوضوء، وهذا الركن يعتبر فرد. يعتبر ايه متذكرين ولا نسيته؟ غسل الوجه. يبقى نراجع الاربع خطوات من الاول تاني. اول حاجة، اول خطوة النية وغسل الكفين. الخطوة الثانية المضمضة 3 مرات. الخطوة الثالثة الاستنشاق. الخطوة الرابعة غسل الوجه. قلت يا حبيبتي غسل الوجه ده يعتبر ايه؟ بارك الله فيك يا حبيبتي. بعد غسل الوجه، خلصنا غسل الوجه كله، نبتدي بنرجع تاني لليد. احنا بدأنا عند رقم 1 غسلنا لغاية الايه؟ الكفين فقط اللي هو الرزغين. هنيجي بعد كده ناخذ اليد من اول الكف وحتى الكوع، من اول الكف وحتى الكوع. وبسميها ايه؟ المرفق. بسميها ايه يا حبيبتي؟ وده يعتبر ايه؟ ركن عادي من اركان الوضوء ولا فرض؟ بارك الله فيك يا حبيبتي، مركزه معايا. طيب بعد غسل اليدين الى المرفقين ايه يا حبيبتي؟ امسحوا برؤوسكم، بارك الله فيك. مسح الراس، مسح ايه؟ الرأس. طيب مسح الرأس كده من بداية الجبهة وحتى نهاية الايه؟ الشعر. طيب ده يعتبر ركن عادي ولا فرض من فروض الوضوء؟ بارك الله فيك يا حبيبتي. رقم 7 مسح ايه؟ الجزء الباقي من الرأس، الأذنين. هو ده الجزء اللي باقي لي من الايه؟ من الرأس. وكده انا مسحت الرأس ايه؟ كاملة، خدت فيها المضمضة والاستنشاق وغسلت الوجه ومسحت الايه؟ الشعر حتى نهايته، وبعد كده مسحت الايه؟ الأذن. اخر ركن او اخر خطوة من خطوات الوضوء، وتعتبر ايضا ركن او فرد من فرائض الوضوء، وهي غسل الرجلين الى الكعبين. غسل الرجلين الى حبيبتي الكعبين. طيب انا عايزة كده تاني تقولي لي خطوات الوضوء بالترتيب. اول حاجة النية وغسل الكفين، تاني حاجة المضمضة، تالت حاجة الاستنشاق، رابع حاجة غسل الوجه ومن فروض الوضوء، خمسة غسل اليدين الى المرافق وهي من فروض الوضوء، ستة مسح الرأس وهي ايضا من فروض الوضوء، سبعة مسح الاذنين، 8 غسل الرجلين الى الكعبين وهي ايضا من فروض. يبقى احنا عندنا 4 خطوات، 8 خطوات للوضوء، منهم 4 فروض و4 ايه؟ خطوات عاديه. الاربع فروض لو نسينا واحده منهم يصح الوضوء؟ لابد من اعاده. يبقى لما اجي اقول لك كده توضا ونسي النيه، طيب توضا ونسي المضمضه، توضا ونسي الاستنشاق، طيب توضا ونسي غسل الوجه، بارك الله فيك، بارك الله فيك، توضا ونسي غسل اليدين الى المرفقين، لابد ان يعيد الوضوء، بارك الله فيك، توضا ونسي مسح الراس، ينقض
ينقض وضوء او يفسد ايه نواقض الوضوء، يعني ايه يفسد الوضوء او مفسدات الوضوء. طيب توضأ ونسي مسح الاذنين، توضأ ونسي غسل الرجلين، بارك الله فيك يا حبيبتي. وبكده يا احبائي يكون الدرس بتاعنا النهارده الحمد لله، تحدثنا عن اهميه النظافه، تحدثنا عن معنى الطهاره، تحدثنا على اركان الوضوء، تحدثنا عن معنى الماء الطهور واماكن تواجد الماء الطهور. هيا نراجع الدرس كاملا من خلال بعض الاسئله. سؤالنا اليوم يقول: ضع علامه صح او خطا امام العبارات التاليه. أول جملة حبيبتي: من نواقض الوضوء النوم العميق. بارك الله فيك حبيبتي، الجملة إيه؟ صحيحة، والعبارة صحيحة. رقم 2: ماء البحر ماء طهور. العبارة صحيحة، بارك الله فيك حبيبتي. رقم 3: يمكن أن نتوضأ بماء تغيرت رائحته. بارك الله فيك، قلنا الماء الطهور هو الذي لم يتغير طعمه أو رائحته أو إيه أو لونه. طيب حبيبتي نكمل، الماء الطهور هو الذي لم يسبق استعماله. بارك الله فيك حبيبتي. رقم 5: ماء النهر غير ماء النهر غير طاهر. من أمثلة الماء الطهور، من أمثلة الماء الطهور. بيقول لي هنا صل، ولما يقول لي سؤال صل يا احبائي لابد ان نقرا الايه جمل العمود رقم الف وجمل العمود رقم ب، ونبتدي نوصل كل عباره بما يناسبها. الطهور شطر. رقم 2: الصلاه ركن من اركان. رقم 3: من نواقض الوضوء العمود رقم ب الاسلام. 5: النوم العميق الايمان. هيا نبدا لنوصل كل عباره بما يناسبها. الطهور شطر ايه يا حبيبتي؟ الطهور شطر الايمان. بارك الله فيك، وصلي. الصلاة ركن من اركان الاسلام. 5: بارك الله فيك حبيبتي. من نواقض الوضوء النوم العميق. بارك الله فيك. ودلوقتي جه معانا ميعاد سؤال المتفوقين للي استمعوا للدرس جيدا، وان شاء الله باذن الله برضو يحلوا الدرس، يحلوا سؤال المتفوقين وياتوا به للمعلمه لكي تكافئهم على نشاطهم وجدهم. سؤال المتفوقين اليوم: اين نجد الماء الطهور؟ اين نجد الماء الطهور؟ في حفظ الله ورعايته أترككم أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.